هي عن جد بتمثل معاناتنا، بتمثل قد ايه الشعب اللبناني انه كل الظروف اللي عم نمرق فيه بعدنا نحن عم نقاوم. عم يحرمونا من مالنا، حارمينا من الطبابه، حارمينا بقصص حقوق المراه بكثير، حارمينا. ليليان بتمثل كل هيدي القضايا فيها لانه هي محرومه من كل هيدول القصص. بتمثل يمكن عذاب ومأساة الشعب اللبناني هي فعلاً. ليليان عم توصل لمرحلة انه هي بحاجة لمركز علاج فيزيائي، وهيدا الشيء بلبنان كتير قليل متواجد عنا. كان عنا مراكز انه مهمة، بس طبعا بسبب الأزمة كمان مثلا في ناس موظفين انفلوا، الأدوية انفقدت من عندهم، والمراكز الخاصة عم تطلب مبالغ ونحن للأسف الشديد ما قادرين نأمنه، ولا حتى إنه جزء، لأنه كمان نحن مصرياتنا بالبنوكة. فيعني أبسط شيء حقوقها إن هي تتعالج طبياً أو أدويتها، وصلنا لمطرح ما بقى قادرين نحن نأمن لها هيدول أبسط الأمور. كانت كتير مبسوطة، كانت تعتبر انه هيدا اجمل يوم بحياتها. سنين هيك؟ 4 سنين. اصعب شيء بالحياة انك تشوفي اختك صبية صار لها سنتين بالتخت، كانت الحياة فيها كليتها، كانت عم تحلم باللحظة اللي تصير فيها ام، عم تحلم انه تسمع ابنها عم بيقول لها ماما، تشوفوا اول خطوة. كل هيدا انا حرمت منه لليوم، حرمت من كل شيء، من امومتها، من كل شيء محرومه. في ظلم كثير بقصتها، كثير في ظلم. We should always fight for them. We work for this film from. Most of our cases actually were for transfer for either medical fees or student tuitions. And so Liliane is one of these cases, Liliane Chaito's case.
I think Liliane may be one of the most desperate cases. We're talking about someone who was affected by the banking crisis, by the explosion. Her condition are very, her condition is very delicate right now. And we still have people who are dying because of the blast. So this should really stop.